أجل حياتنا، مستقبلنا، مستقبل أولادنا والأجيال اللي غتجي بعد المغرب. فيما يخص هذه النقطة ديال القوانين التنظيمية، أعتقد أن هناك ثلاث ضمانات يمكن أن نعددها في صالح القوانين التنظيمية. الضمانة الأولى وأن الدستور نفسه يتكفل في بعض الأحيان بتوجيه القانون التنظيمي نحو أشياء أساسية. أعطي مثال، مثلا فيما يخص التعيينات التي يقوم بها الوزير الأول، القانون التنظيمي يقول أو كلف بأن يقول على أنه يمكن أن يكمل القانون التنظيمي لائحة المناصب التي يعين فيها الوزير الأول، ثم أكثر من ذلك يعطيه مقاييس موضوعية فيها المساواة في الفرص، فيها الأخلاقيات المهنة التي يجب أن تتوفر في من سيرشح للمنصب، وهذا فيه نوع من توجيه للسلطة التي ستشتغل على القانون التنظيمي. الضمانة الثانية أن القانون التنظيمي يناقش داخل البرلمان، وممثل الشعب عليهم أن يجدوا الصياغ المناسبة داخل القانون. والضمانة الثالثة أن القانون التنظيمي لا يخرج إلى الوجود إلا بعد أن تراقبه المحكمة الدستورية في شأن مطابقته للدستور. سبناني، فقط أريد أن إضافة بسيطة فيما يتعلق بدولة القانون التي أصبحت تقودنا إلى الديمقراطية كمفهوم. إضافة وهي أنه كنا أحيانا أمام قوانين تنظيمية لم تصدر، يعني 62 لم يصدر قانون تنظيمي المتعلق بالإضراب. الآن وضع الدستور الحالي بأنه داخل ولاية تشريعية لابد أن تصدر كل الأنظمة القوانين التنظيمية، وبالتالي فإن هذا يدعم ويزكي ويرسخ دولة القانون بمفهوم الشفافية والديمقراطية. شكرا سي عمو. أعود إلى مسألة الثقل، يقول هناك ثقة ثواني، هناك ثلاث أشياء في نظري ممكن أن تساهم بشكل كبير في ترسيخ الثقة من جديد وتهيئ المواطن المغربي لانخراط الشكل. مسألة الأولى نجاح مشروع الجهوي وبالشكل الذي أتى به الدستور، وكذلك بناء الديمقراطية المحلية بكل متجلياتها وإعطاء الأسبقية للبناء من القاعدة وليس من فوق لبناء. النقطة الثانية قانون تنظيمي وكيفية تنفيذ ومعالجة دسترة الأمازيغية وترسيمها باعتبار أنها تهم الشرائح وعارضة أغلبية المواطن. مسألة الثانية كانت متعلقة بالنساء وإدماج النساء ليأخذنا مكانتها بمفهوم المساواة بين الجنسين بمضامينه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذه كله لها ارتباط. شكرا سي عمو، شكرا سي بناني، شكرا سي مغاري، شكرا سيدة المسعودية، شكرا على المتابعة والسلام عليكم. الاستفساء حول الدستور اللي غتعرفوا بلادنا نهار 1 يوليوز من اهم الاحداث في حياتنا. نمشيو لمكتب التصويت نقدموا بطاقه التعريف وبطاقه الناخب، ناخذوا جوج الوريقات وجواد البراء، ندخلوا للمكان المخصص لنا نختار وحده منهم ونديروها بالجوا. هكذا غنكونوا عبرنا على صوتنا وساهمنا في تعديل الدستور في بلادنا من اجل حياتنا، مستقبلنا، مستقبل أولادنا والأجيال اللي غتجي بعدنا. نهار 1 يوليوز نكون كنا حاضرين.